الآن قضية الرأي العام في العالم قضية مهمة جدا ولكن تجدون قبل ألف وأربعمائة عام الإمام صلوات الله عليه يهتم بالرأي العام الإمام في عهده لمالك الأشتر رضوان الله عليه يقول له ليكن احب الامور اليك، اوسطها في الحق، واعمها في العدل، واجمعها لرضا الرعيه، يعني الاهتمام بالراي العام. فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، هذه المشكلة التي تعاني منها الحكومات إلى هذا اليوم، الاهتمام بالحاشية حاشية معينة اللي يصطلح عليه الآن باللوبي هنالك لوبي سياسي أو اقتصادي الحاكم يلاحظ رضا هؤلاء أن يرضي هؤلاء ولكن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما عليك بالخاص صح. وانما انظر الى العام هذا معلم من معالم حكومه الغدير ومن معالم حكومه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه معلم اخر الاتصال المباشر بالجمهور انا اظن الان في العالم ماكو حكومه واحده فيما يخطر ببالي الان عدها اتصال مباشر مع الشعب وانما كلها قنوات الحاكم يعيش في عزله لا يعرف ماذا يفكر الناس وماذا يريدون. الآن حتى في البلاد ال التي يطلق عليها البلاد الديمقراطية، ماكو هنالك اتصال مباشر بالناس. ولكن منهج الغدير منهج الاتصال المباشر بالناس. هذا المنهج الذي نجده الآن حتى في مراجع التقليد السائرين على منهج اهل البيت صلوات الله عليه تجدون ان مرجع التقليد وهو القمه في النظام الديني يمثل النائب للامام يجلس مع جميع الناس ماكو هنالك قنوات معينه بإمكانك أن تتصل به مباشرة وتقول له ما تريد. هذا النموذج ولو مصغر لمنهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الإمام في عهده لمالك يقول: اجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما الحكام خلق ما عندهم كل واحد عنده قدر خلق ما عنده يجلس مع البقال والعطار ضيق في الصدر الحكومات عندها مو الحكومات أي واحد مقتدر